شركة لحسعد للإنتاج تقدم. إذن أعزائنا المشاهدين، سنستضيف لكم أحد الشباب الواعدين والذين يسيرون بخطى ثابتة نحو التقدم في مجال الشعر الأمازيغي الأصيل. معنا الآن بالعيد أحد كبار الشعراء الصغار الشباب الذين بدأوا طريقهم بثبات. على أين سنستفسر عن بعض الأسئلة فيما يخص شعر إيدوليميت بالخصوص. أخ بالعيد، نتحدث عن شعر إيدوليميت. إيدوليميت، إذا أردنا أن نضع في مكان ما، أين المكان الذي تستحقه إيدوليميت فيما يخص الشعر والشعراء؟ كنت شكال في مقردة تكرم، كنت منا إن شاء الله أني لي على حسن الطور الجميع إيدوليميت، ولا كل مدل يخصن غران إيدوليميت. كي يا خيان الشباب اللي تمتلنا إيدوليميت غماري غدير في اللي غنتفوق سميزان نسوس يدور متي تعرف سومار كي تعرف سيوالي ونديو مارك فرخين دوما دين الضامن كلو جاني نضم لي كل داتنا رحم ربي هو اللي قام نتمنى ديسنا غاريني ميك كيس القدميه ني ميك لو مارك ديال لي ميك لي يوليو الغالي ما نوفا يدور متي تعرف دار الجميع خبيل نسوس ولا المغرب ولا ارض الوطن خارج الوطن كانت ني نضم القرنين في احياء جماعة وبالعيد ك كيتاك بن زيد الله يرحمه كاتين زوج تيدولي مي كاتين دولي مي تغيط الوقت فين دقيسه مارك افن دقيسه مارك افن دقيسه مدن كان فولكينين افن الطبيعه افن دمان قلنا يت الخير قلنا يت المحبه انه نري دولي تبدا قما خصورانس غير مدلي تسنين بدلنا الدرافو دولي مي صافي اللي تسن وكان كرت حوال خرت كاخ تفوخ خرت شم خرتيني خي مي كان ضمات جوار خدمت دارت عمار بين الضمات غير أنا سكرمي كنت فوت. إذا أعزائنا المشاهدين، سنترككم لتستمتعوا بشعر الأخ بالعيد. ماذا يقول في شعره؟ بعدها سنعود، لا تذهبوا بعيدا. ويا لا 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 Oh yeah.